قعدت أفكر شنو طبيعة الأجسام بالصداقات. يعني تلاقي مثلا ساعات اثنين ربع مجسمين، اثنين متان ربع، اثنين ضعاف ربع، واحد ضعيف واحد متين ربع، بس متين ومجسم أو ضعيف مجسم ما يتوالمون لأنه يصير غيره. حلو. ففكرت بعلاقة يعني الضعيف والمتين، شنو علاقتهم؟ خلينا نبلش بالضعيف والمتين. الضعيف والمتين أحس الضعيف علاقة طردية مع المتين. الضعيف يبي يطبع بطبع المتين عشان يمتن، والمتين يبي يطبع بطبع الضعيف عشان يضعف، وآخر شيء يتاوجون يفلون عشان البنية. أما المتان ندان عاد.